إلى جورج والأخبار الرياضية. مونسوار، بداية أخبارنا مع كرة القدم الألمانية. منافسات المرحلة 24 من البوندسليغا اختتمت امبارح عصرا. نادي البايرن انتقل لمواجهة توفنهايم، والحارس الأساسي كان بهالمباراة توم شتارك بدلا من مانويل نوير اللي فضل المدرب إراحته بهاللقاء. هيدا فرانك ريبيري، كرة رأسية لماريو غوميز، والمهاجم الألماني الدولي بيعطي هدف البايرن الوحيد بالشوط الأول بها المباراة هيدي. بالشوط الثاني حول الفريق البافاري مضاعفة النتيجة، لكن كرات باستين شفاينشتايجر من كرات ثابتة كانت بالقائم والعرض على التوالي لينتهي اللقاء 1-0. البايرن كان عم بيحقق التصدر 20 ب 24 مباراة، والأهم ابتعد من جديد ب 17 نقطة بالصدارة. مصلى الاف 1 مع ختام التست الاخير لمنافسات الموسم القادم اللي راح ينطلق بعد حوالي الاسبوعين، وتصدر نيكو روزبرغ اليوم الرابع والاخير من التجارب الشتويه اللي صارت ببرشلونه، ليأكد فريق مرسيدس انه قادر على المنافسه على لقب بطوله العالم بالموسم الجديد. روزبرغ رد على زميله الجديد بالفريق الالماني لويس هاملتون اللي حل المركز الاول يوم السبت امام فرناندو الونسو سيق فيراري الثاني، وحقق روزبرغ وقت افضل من هاملتون بفارق 0.4 من الثانيه ليسجل اسرع زمن على الاطلاق بالتجارب الشتوية، وحل جانس باتم بالمركز الثالث امام نيكو هولجنبرغ سيء فريق صوبر. من بعدها منشوف رايكونن، ديريستا، مالدونادو وسيباستيان فيتيل بطل العالم سيء الريد بول. نختم مع كرة السلة الأمريكية NBA. مواجهة حماسية جدا كانت عم تصير امبارح المساء بتوقيت بيروت. فريق الليكرز كان عم بيستقبل على أرضه أتلانتا هوكس، وكان عم بيحقق انتصار مهم بفارق نقطة واحدة فقط 99-98. كوبي براين كان عم بيقدم أداء ممتاز مع 34 نقطة، سجل منهم 11 بالربع الرابع والأخير ليساوي الليكرز انتصاراته بخساراته 30 مقابل 30 لأول مرة من شهرين. وأضاف للليكرز بهالمباراة الموزع المخضرم الكندي ستيف ناش 15 نقطة و10 أسيست، ولعب الارتكاز دوايت هاورد 11 نقطة و15 متابعة. بأبرز باقي النتائج المسجلة أيضا، نيويورك نيكس خسر على أرضه مع ميامي هيت، كليبرز خسر مع أوكلاهوما، سان أنطونيو فاز بشكل ساحق على ديترويت، وهيوستن على دالاس. هذه كانت أبرز أخبارنا. روبير وجيسيكا، هذا لكم. شكرا جورج. شكرا جورج.